ويسجل. سجل بطريقة جميلة جدا، الحارس في ناحية والكرة في ناحية أخرى، فكانت الكرة مقذوفة بقوة لضربة الجزاء اللي نفذها خليف بالفعل. التأثير على تركيز اللاعب باميتش، هذه مسائل معروفة. تقدافه كيصدها والحارس ممتاز، تيصدها ممتاز الحارس البرازيلي، إن كانت القذفة قوية قوية جدا. مرة أخرى تيكون حاضر البديهة عبد القادر البرازيلي وكيمشي للمكان المناسب إيغور باميتش، وكذلك ويضيع رغيف. إذن فقط 1-0، كتبقى دائما لصالح المنتخب الوطني المغربي بعدما فق رغيف أنه يسجل ضربة الجزاء. ويستعد الآن ماميتش لصالح منتخب كرواتيا، محاولة ثالثة ومن جديد برازيل نفس المكان بنفس الطريقة. يعني إنجاز باهر للبرازيل أنه في كل مرة كيمشي للمكان المناسب، وهذه كانت قريبة من 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 من, من العارضة. نعم. كانت صعيبة جدا للفريق الوطني المغربي للتقدم بفارق هدفين. الفرحة يضيع الحضروي، يعني الحارس كانت تهزم، ولكن يعني حصة ضربة الجزاء هذه غريبة جدا. تبقى دائما 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي. حضروي اللي ما كانش محظوظ نهائيا، لان كانت الكرة ديالو شات قريبة جدا في الوقت، اختار مكان مناسب، كرة عالية، ولكن الحارس كان مهزوم ما كانش غادي يقبطها. برازيل الان غيغير تنقول المكان اللي غادي يمشي يقفز فيه، ولكن هذه المره تسجل اول. اذا الان خص اللاعب المغربي اللي غادي ينفذ ضربه الجزاء الان، يعني مفروض عليه يسجل باش يحافظ دائما على التقدم لصالح الفريق الوطني المغربي، وهو الطاهر الخلج. سولدو كي ويسجل وكاد الحارس انه يتصدى لها، لان تبع الكره ديال الطاهر، ولحسن الحظ ان القذفه ديال الطاهر كانت قويه نوعا ما وكانت مركزه بشكل جيد. نشاهدوا الاعاده ديالها مره ثانيه. الطاهر كيقذف في الجهه اليمنى ديال الحارس اللي لمس الكره، كيمنح التقدم لفائدة المنتخب المغربي بجوج لواحد. فائز دون ما حاجة إلى قطف ضربة الجزاء الأخيرة. داديتش كيقذف وكيسجل. كاد الحارس البرازيلي أنه يتصدى لهذه الكرة. داديتش مرة أخرى البرازيلي كي يمشي للمكان المناسب. غادي نشاهدوا الإعادة ديالها في هذه اللحظات بالفعل. الكلمة الأخيرة غتكون في يد البهجة، ولا غيتكلف بتنفيذ اخر ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني. يستعيد الحارس لاديتش ياخذ المكان ديالو. طبيعه الحال كيحاول هو الاخر عنده ياثر على التركيز ديال احمد البهجة. البهجة كيتقدم ويضيعها. الحارس كان مهزوم، يعني مشى للجهه اليمنى والكره مشات للجهه اليسرى ديالو، ولكن الكره ما مشاتش للشباك. اذا التعادل، كل شيء ينطلق من جديد. الآن ضربة لضياع، يعني خسر هذه المباراة ديال النصف النهائي. ويسجل. تسجل كوفاتش رغم المحاولة ديال البرازيل. اصبح الامتياز لمنتخب كرواتيا. الضغط كيصبح على اللاعبين الفريق الوطني المغربي اللي مفروض عليهم يسجلوا الان، مفروض تسجل ضربه جزاء باش نبقاو في المنافسه. الفريق الوطني المغربي هو اللي غينفذ ضربه الجزاء. النبت كيتقدم وكيسجل، بالفعل كيسجل، وكانت محاوله جاده من الحارس لاديتش اللي اتبع الكره مشى للمكان المناسب. اعاده لهذا ضربه جزاء ديال النيبتس.
طريقة ممتازة باش ضربة جزاء مثالية. الشبكة الصغيرة أو الشبكة الجانبية ديال المرمى. ويستعد الآن في مهمة صعبة. ويسجل. هدف بقوة ما خلاش يعني فرصة للفرضيات. كانت عالية عليه وحجي هذه المرة انه يسجل. يسجل بطريقة جميلة بذكاء كبير. موه على الحارس تمويه جيدا نشاهده لاحظه وتيقذف بكل سهولة. يسجل. اذا التعادل مرة اخرى. ويسجل. اعتقد انه ضيع لانه كذلك اعتقد انها غادي تصطدم بالعارضه ولكن دخلت حل عاليه. شوف الطريقه ضربه الجزاء تكون فيهم كذلك. ويسجل. كنعرف الاخ الاحمر ان اللي الخمسه الوالات اللي كيكونوا تيقذفوا تيكونوا عاده هما اللي تضيعوا السانسين كيسجلوا. قذفة مركزه جدا يعني في زاويه 90. ما يمكنش الحارس يشد بحال هذا الكره هذه مستحيل. خميس روسي يستعيد ويسجل. إذا التعادل مرة أخرى ودائما نفس الملاحظة فاللي يعني كل ضربة جزاء تتنفذ في نفس المكان تقريبا في الجهة اليمنى من هاد الشبكة. شكون اللي غيقذف الآن بالنسبة للمنتخب الوطني؟ تنظن بقى واخد الوقت ديالو بطبيعة الحال لأنه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الحارس البرازي. تعطاته الإشارة الآن ويضيع وتنتهي المقابلة إذن بفوز منتخب كرواتيا بفضل ضربات الجزاء الترشيحية. إذن المنتخب الوطني يلعب مباراة الترتيب ضد منتخب نيجيريا يوم غد ومنتخب كرواتيا يلعب المباراة النهائية ضد منتخب ديال ضربات الجزاء. وكان ربما هو اللي غادي يكون ممكن نقولها بصراحه بطل ديال هذه المباراه لان شد ثلاثه ديال ضربات الجزاء. يعني نادرا ان حارس يشد ثلاثه.